للإباء والفخر والشمم، ذكريات الملك الراحل صاحب المكرمات والعطاءات والأيادي البيضاء التي طالت العديدين، صور الملك الراحل محمد الخامس وهو يلقي خطبة الجمعة في المسجد وهو يتبضع في الأسواق بنفسه، صور المتابعة الدقيقة لكل ما يجري داخل الوطن من شرارة ثورة الملك والشعب والتي عجلت بالعودة الظافرة المظفرة لبطل التحرير والوحدة، شريط حافل بالذكريات حاضر في الذاكرة الجماعية للمغاربة كتبت حروفه في تاريخ المملكة الحديث لارتباطه بحقبة بطولية تجلت فيها أبهى معاني الوطنية والفداء، صور الأيام التاريخية المجيدة التي أرخت لتاريخ أمة وجسدت تلاحما تاما بين العرش والشعب من أجل الحرية والاستقلال. نستحضر في هذا المكان المعطر بنفحات الروح الخالدة لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه كل الوصايا التي تحمل معاني العزة والنخوة والوطنية، وهي الوصايا التي يرسخها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بهذه الزيارة المباركة ذات الحمولة والمعاني الكبيرة. وبهذه المناسبة أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل ورئيس جمهورية مدغشقر على توشيح السيد إسماعيل كثرادة 82 سنة، والذي حظي بشرف مرافقة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله تراه. الوسام العلوي من درجة قائد حظي به السيد إسماعيل كثرادة الذي كان يحظى بثقة جلالة المغفور له محمد الخامس. وبعد ذلك قدمت مديرة فندق لتيرم التاريخي تذكارا لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من مدينة أنتسيرابي. من فندق لتيرم إلى مسجد أنتسيرابي توجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على نفس خطى جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، هو الطريق الذي كان يسلكه الملك العظيم بطل التحرير والوحدة يوميا لأداء الصلوات الخمس، وفي معظم الأحيان إماما وخطيبا في صلاة الجمعة، يؤم بجموع المصلين خطيبا مرشدا مذكرا في أغلب الأوقات المؤمنين بما أعد الله للصابرين المكافحين الثابتين من حسن العاقبة والتوبة وما أعد لليائسين من الخسران. وقد تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإطلاق اسم بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه على مسجد أنتسيرابي، الذي يعتبر من الأماكن الشاهدة على فترة هامة وحاسمة من كفاح العرش والشعب لنيل الحرية والاستقلال، ويشكل جزءا من تاريخنا الوطني. وبالمناسبة أدى أمير المؤمنين نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل ركعتين تحية للمسجد، مسجد شيد سنة 1930 وكان أول صرح زاره أمير المؤمنين جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه سبط الرسول الأمين، حيث التقى بساكنة المدينة المسلمة. أمير المؤمنين حفظه الله يهدي الجهات المكلفة بتدبير الشؤون الدينية بمدغشقر 10,000 نسخة من المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف قصد توزيعها على مساجد جمهورية مدغشقر. وبالمناسبة قدم السيد عبد الحق المريني مؤرخ المملكة لأمير المؤمنين نصره الله صورتين تؤرخان لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وهو يلقي خطبة الجمعة من على منبر المسجد، والثانية يأم جلالته بالمصلين في وضع التشهد ومن ورائه آنذاك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسط جموع المصلين. كما أهدى رئيس لجنة تسيير المسجد لجلالة الملك ألبوما يتضمن 3 صور للأسرة الملكية تم التقاطها برحاب المسجد. وهو اليوم حفيد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ونجل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يصل الماضي بالحاضر
بهذه الرحلة الملكية التاريخية إلى أنتسيرابي بمدغشقر، رحلة استحضار محطات أساسية من تاريخ نضال العرش والشعب.